أهم النصائح الطبية للحفاظ على العمود الفقري والرقبة وتخفيف الأعباء عليهم والوقاية من المشاكل المتعددة اللي ممكن تصيبهم: مراقبة راحة الجسم أثناء النوم وأثناء الجلوس اللي لازم فيه القدمين تلامس الأرض، والمحافظة على استقامة العمود الفقري وتجنب إمالة العنق لوقت طويل مع وضع الشاشة والملفات على بعد ذراع من الشخص العامل، وتنظيم بيئة العمل بحيث يتناسب مع الجسم والمهام المطلوبة، مع الحرص على تغيير وضعية الجسم بشكل متكرر والعمل على السيطرة على التوتر والضغوط. ومن أهم النصائح رفع الأوزان بطريقة صحيحة بالاعتماد على استخدام الساقين في الارتكاز لحمل الوزن بدلاً من فني الظهر، واتباع نظام غذائي صحي متنوع المصادر الغنية بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم مع شرب كمية مناسبة من المياه كل يوم، وطبعاً الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي. أهلاً بيكم. النهاردة يوم مهم جداً في عالم الدكتور، مع قيمة علمية كبيرة للغاية في عالم جراحات المخ والأعصاب. لكن خلينا أقول لكم أنه إحنا بنسيء تعامل مع عمودنا الفقري، بنسيء التعامل بكل أشكال الإساءة الممكنة: القعدة الغلط، النوم الغلط، الكراسي اللي معمولة غلط. على فكرة كتير جدا من صناع الكراسي وصناع الأساس في مصر بيعملوا حاجات غلط. الموبايلات والقعدة جنب الموبايل بطريقة خاطئة، على طول قاعد مع الموبايل. طبعا الألعاب بقى الخطرة، التوطية الغلط، توطية بطريقة خاطئة. طبعا كل ده بيضر بالعمود الفقري، بيضر بالغضاريف الرقبة، بيضر بغضاريف الجسم. يا جماعة له تنظيم معين. كراسي الغلط، شوف بص بص الشباب بيعتبر القعدات الشبابية بقى، يعني أنا شاب يبقى لازم أقعد قعدة معينة. لا، أنا الكمبيوتر والرياضات بتتم بطريقة غلط، تحميل الغلط، كعب العالي يخرب عقل الكعب العالي، الكعب العالي ده دمر ظهر ناس كتير قوي. طبعا الشيل الكتير والممارسة الرياضات والحركة البندنج الغلط، يعني في ساعات الرياضة واحد يقول لي أنا بلعب رياضة، طب بتعمل الحركات عاملة ازاي؟ أبص ألاقي الحركات تلتين جامد قوي، اللي هو بميل جامد قوي. طب ما أنت كده يا ابني بتضر عمودك الفقري. ده في ناس بتميل بعمودها الفقري بجسمها وهي شايله حديد، يعني هو شايل حديد كده ويقعد يميل يمين ويميل شمال، طب ده غلط، الميل غلط. لا، ما تتحداش العمود الفقري. أبص ألاقي في الجيم داخلين واحد وزنه 60 بيحاول يشيل أثقال زي المفروض وزنه 100 كيلو، طب إزاي؟ بتحدى صاحبي، بتتحدى في إيه؟ في عمودك الفقري، ما التمن غالي. التصرفات بتاعتنا مع عمودنا الفقري يا إخوانا فيها كتير جدا من التهور واللامبالاة، والتمن ما بيكونش يعني سهل، التمن بيكون غالي، ممكن ما تدفعوش دلوقتي، ممكن تدفعه بعد سنين، بس هتدفعه بقسوة. والأقصى الأكثر قسوة يعني أن أنت تتأخر في العلاج، تتأخر في التحرك. تعالوا نفهم هذا المعنى النهاردة، وزي ما قلت لكم النهاردة لقاء خاص جدا ومهم جدا مع قيمة علمية كبيرة وراء القدير لجراحات العمود الفقري، وطبعا بيسعدني دايما الحوار معه وبيمتعني دايما بآرائه العلمية الأكثر حداثة ورائد القدير والاسم الكبير الأستاذ الدكتور يسري الحميري، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري واستشاري جراحات العمود الفقري، وطبعا رئيس مجلس إدارة والمؤسس لمستشفى نيوروسباين للجراحات الميكروسكوبية والدقيقة والمتقدمة، الاسم الكبير النهاردة في الدكتور. الانتشار الإصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكلة. كان في الأول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي إلا بعد 35-40 سنة. الألم اللي عندي ده ألم بتاع غضروف ولا ألم حاجة تانية؟ في علامات مميزة لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطر. الفرق بين الجراحة الميكروسكوبية والجراحة المناظير، الاتنين تولز. ما تستخسرش في نفسك إنك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة،
عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيوروسباين. طبعا ضيفي العزيز القمة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور يسري حميلي، منور الدكتور يسري بيه، وشرف كبير لنا هذه الزيارة الجميلة في متشكر. هبدأ بالغضروف العنقي، ما هو الانزلاق الغضروف العنقي وما هي أشهر أسبابه في عالم الناس دلوقتي موطية كده 99% من وقتها؟ بتهالي يعني الناس ما بقتش تبص لفوق، الناس بتبص لتحت في الشوارع كمان، ماشيين باصين في الموبايل. الحقيقة هنرجع لنقطة مهمة جدا جدا، هي ببساطة اللياقة البدنية. أنا جسمي عشان أعمل أي حاجة هو نازل، ربنا خلقه علشان يعمل لي كل حاجة، بس كل جهاز ليه صيانة، وكل صيانة العربية اللي انت بتجيبها لازم تغير لها زيت وفلاتر وعندي كم كيلو بتغير الكاوتش الجسم كده. احنا فاهمينه غلط، احنا فاهمينه ان احنا خدنا نعمة كبيرة جدا من عند ربنا لا تعوض وما بنديهاش حقها. عشان اشيل لازم يبقى عندي اللياقة البدنية اللي تخليني اشيل كويس. عشان اقعد على المكتب واشتغل 8 ساعات و6 ساعات يبقى لازم ادي للعمود الفقري ده نوع من اللياقة والرياضة اللي تقوي العضلات والأربطة وتديني مرونة أقدر أمارس شغلي ده. اللي انت قلت ده كده توطية الموبايل دي الكارثة اللي بنشوفها، ان البنات والولاد في سن صغير تركوا المكاتب، بقت مذاكرتهم على كراسي الانترهات في الكافيهات، قعدتهم غلط، اللي بتذاكر وهي قاعدة على السرير، والديجيتال عمل العمل المذاكرة بالطريقة الديجيتال أو طريقة استخدام الحاسوب والكمبيوتر والموبايل والإنترنت خلت الموضوع ده شائع جدا، وده مش صح. هذاكر يبقى على مكتب، هجيب لابني كرسي وهو صغير يناسب طوله ووزنه، ولما يكبر شوية هطور الكرسي، وعشان كده بنقول كفاية عيلين عشان أقدر أجيب كراسي كتير وأغير وأطور. مهم جدا إن إحنا يا جماعة ناخد بالنا من اللياقة البدنية. طب الغضروف العنقي ايه اشهر اسبابه؟ القعده الغلط، استخدام الرقبه غلط، واستخدام الرقبه الغلط ده بيجي كتير مع الناس اللي نمط حياتها كله منصب على الاعمال المكتبيه والسواقه العربيه والمسافات الطويله والمطبات اللي بناكلها، واحنا مش داريين ان المطب ده هيبوظ لنا حاجه في العمود الفقري. دايما في لقائي مع حضرتك بتقول لي ان الغضروف العنقي اخطر، اعراضه اكثر اقلاقا، لان الغضروف العنقي ده احنا هنا في الرقبه اول حاجه بتمر في الفقرات العنقيه وهي مهمه جدا الحبل الشوكي العصبي، ده كابل الاعصاب او الضفيره العصبيه اللي جايه من المخ تنفذ تعليمات المخ في كل حته في الجسم. اول بدايته هو الفقرات العنقية، كأننا بنقول نهر النيل عند أثيوبيا هنا سد، يبقى احنا بقى في مشكلة كبيرة، شوفوا المشكلة قد ايه. وبالتالي الفقرات العنقية دي هي محور الاهتمام بيها عشان دي أنسجة حساسة جدا. من زاوية أخرى، لو أنا عندي غضروف في الفقرات العنقية ممكن يعمل لي ألم مش بس في الإيد والرقبة، ده ممكن يعمل لي ألم في الرجل، والأخطر بيسبب لي مشاكل في الجهاز التناسلي، والأخطر بيسبب لي مشاكل في البول والبراز، والأخطر أنه ممكن يعمل لي شلل في الجسم كله. ده دي خطورة طبعا رهيبة، من الحاجات المهمة جدا جدا. لازم أقول للناس أنه مشاكل الغضروف العنقي ممكن تيجي في حالة حادة أو حالة تدريجية، والأكثر شيوعا واللي بنشوفه أكتر اللي هو بيقول عليه الخواجات انسيدوس اونست. عارف انسيدوس اونست دي زي ايه؟ تدريجي. زي المية اللي بتمشي من تحت الباب، تحس بيها حاجة سهنة زغنططة بالراحة بس تعمل كارثة. والغضروف العنقي يا جماعة أعراضه ما بتبانش بسرعة، أعراضه في الأول بتبقى تافهة وهينة جدا جدا، وتقتصر على ألم بسيطة في الرقبة، تنميل في الذراعين يجي ويروح، شوية ألم في الكتف، ويقعد كده بالسيناريو ده رايح جاي، يخف ويجي يخف ويجي، ثم فجأة يعمل ضمور في عضلة الإيد ما بيبقاش ملحوظ قوي، ثم المريض يبدأ يحس إن إيده ضعفت، مش قادر يزرر، مش قادر يرفع كوباية، كوباية بتقع من إيده،
والأخطر كمان إنه بدأت إيده تترعش وبدأ يحس إن إيده دي خس عن إيده دي، هنا بقى نعمل أشعة الرنين المغناطيسي نلاقي الكارثة، إن الغضاريف مش واحد، واحد واثنين وثلاثة، وإن الغضاريف دي ضغطت على الحبل الشوكي وأثرت لنا تأثير شديد السلبية. الحاجة التانية، المريض اللي يجينا بدري ونشخص ونلاقي عنده انزلاق غضروفي خرج خلاص من محتواه، ونتكلم في ان احنا هنعمل لك حاجة لطيفة جدا، جراحة بالميكروسكوب والمنظار وجراحة محدودة التدخل، وهترجع تشتغل وتلعب تنس وتلعب كورة، ويخاف ويجري ويجي لك بعد سنتين ثلاثة بدل غضروف بقوم ثلاثة، بدل ما فيه ضغط خفيف على الحبل الشوكي لا فيه ضمور في الحبل الشوكي. طب هنعمل عملية؟ هنعمل عملية أكبر، هنعمل عملية أوسع، هنعمل عملية هتحتاج مننا فترة تأهيل أطول من الأولانية بتاعت زمان، وعمرنا ما هنرجع طبيعي 100% زي لو كنا عملنا زمان. إيه الجديد في علاج الانزلاق الغضروفي العنقي؟ الكثير والكثير. الانزلاق الغضروفي تقريبا قدرنا نحل مشاكله ونحوله من عملية معضلة إلى عملية لطيفة جدا جدا جدا، بشرط المريض لا يتردد عندما يتم التشخيص واتخاذ القرار في إجراء عملية الانزلاق الغضروفي. أقول للمريض بتاعي اللي عنده غضروف قطني أو اللي عنده غضروف عنقي، والاتنين نبقوا قاعدين كده، اللي عنده غضروف قطني ممكن تصين براحتك، خد وقتك، فكر، دور، لأنك هتجيلي لما الغضروف يزيد هيدي نتائج، هيدي ألم، هيدي أوجاع، هيدي حاجات هتدفعك للعملية في الوقت المناسب، فما فيش خوف. غضروف العنقي لأ، مش هتيجي السيناريوهات البغيضة إلا بعد ما نخسر حاجات كتير جدا، فمن فضلك ما نسكتش على ده. لما مريض حتى بيجيني عنده الاتنين، غضروف عنقي غضروف قطني، أنا مش هقدر أعمل غير عملية واحدة، يبقى العنقي. يا دكتور هي مش مسببالي كتير، ده أنا المزعج بالنسبة لي الغضروف القطني. لأ، أنا ما بدورش على المزعج قد ما بدور على أن أنا أحافظ عليك. فإحنا حلينا المشكلة دي بإيه؟ استخدام التقنيات الحديثة، الميكروسكوب، المنظار، الجراحة الملاحية، الأشعة داخل غرفة العمليات، والوسائل البديلة بقى الجميلة جدا، أن أنا أحط دعامة، أحط غضروف صناعي. يا سلام بقى الغضروف الصناعي أهو جماله في الفقرات العنقية، جماله الجميل في الفقرات العنقية. ليه بقى؟ هشيل الغضروف، حط الغضروف الصناعي زي ما احنا حاطينه كده، لا هستخدم لا شرايح ولا مسامير ولا الكلام ده، الفتحة بتاعتي صغنططة جدا جدا جدا، مش هتبان في الرقبة بعد كده، والأهم من ذلك ان هحافظ على حركة العمود الفقري كاملا. فأنا كده حافظت على نقطتين، المنطقة اللي عملت فيها غضروف مش هيحصل منها انزلاق غضروفي تاني خالص، والمنطقة اللي فوقها واللي تحتها مش هيبقى عليها معدل حركة زيادة، فمش هيجي فيها انزلاق غضروفي بمعدل سريع زي لو أنا مركبتش الغضروف الصناعي. يبقى أنا كده من الحاجات اللطيفة والجميلة جدا هي الغضروف الصناعي. كمان من الحاجات اللطيفة والجميلة جدا التطور في تقنية تركيب، ده الطريقة القديمة قوي، النهاردة احنا بنركبه بطريقة أشيك بكتير جدا وأحدث بكتير جدا وأبسط بكتير جدا من كل هذا التعقيد اللي كان موجود زمان في استخدامه وفي طريقة تركيبه، وبالتالي العملية بتبقى فاتحة زنطتة خالص خالص خالص، والمريض بيقدر يخرج من المستشفى ممكن في نفس اليوم أو ممكن تاني يوم على طول. دايما الناس بتسألني على التثبيت، التثبيت كلمة تعني للناس أنا مش عارف أتحرك، مش عارف أوطي، مش عارف أبص. التثبيت كلمة بتقلق كتير من الناس. هو إحنا دايماً بنقول بقى المتخصصين في العلم الحديث غيروا كلمة تثبيت إلى تعديل مسار ديناميكية العمود الفقري، ومن ثم استخدام وسائل بتثبت الفقرات بس بتديني حركة، وده موجود موجود في كل حاجة، موجود في المسمار اللي بنستخدمه، في منه المتحرك اللي بيديني معدل حركة رايح جاي، موجود في الغضروف الصناعي طبعا وده قمة الحركة، موجود في الدعامات ودي برضو منها بعض الدعامات اللي بتسمح لي بمعدل حركة، موجود كفكر لدينا. يعني أنا من الناس اللي بعشق هذا، حبش أبدا أعمل المريض عملية أحوله من مريض متصلب وظهره مقفوش نتيجة الغضروف والتزحزح
والكسر والخشونة إلى مريض، رحت حطيت له مسامير وشرايح حولته إلى مثبت صناعي. لا، وبعدين الحاجات دي للأسف بيجي منها مشاكل، وأنا بقول الكلام ده وما أخافش أقوله على الميديا، دي أحد وسائل الفيديو، بيعرض لنا أحد وسائل تثبيت الفقرات، إن أنا أثبت مفصل الفقرة بدعامة متحركة هتديني تثبيت للمفصل وهتسمح بالحركة على باقي محاور الفقرة، فمش هخلي المريض ده متصلب. دايما بقول يا جماعة الشرايح أو المسامير اللي بنركبها لو هي صناعة مين، بعد فترة هتتحلل وممكن تتكسر. وبالعكس ساعات لما نعمل تثبيت للفقرات وينجح في انه يعمل تثبيت بعظم قوي، يقوم الحمل على المسمار يزيد فيكسر. وساعات كتير جدا يجينا عيان عامل عملية تثبيت فقرات والمسمار مكسور، ويفاجئ ان انا بقول له ما تعملش عملية وخليك بالوضع ده. الله، انا عايش بمسمار مكسور؟ عايش بمسمار مكسور، ما هو مش عامل لك حاجة، مش مؤثر في ديناميكية العمود الفقري ولا لامس عصب. ليه المعنى ده ان انا لازم اتكسر يبقى هو اشيل واركب واغير واستغلك انك انت مش فاهم واروح اعمل لك عملية؟ وساعات يجيني عامل عملية عند حد تاني وكسر عنده المسمار بعد سنتين ثلاثة وحالته الاكلينيكية لا تحتاج ان اشيل واحط، ويقول لي الجراح اللي عمل لي قال لي اغير. اقول له معلش تعال نراجع المنظومة كويس، ديناميكية العمود الفقري موجودة، الحركة موجودة، مفيش ضرر، ما نعملش. فانا عايز اقول كل ما بعدنا عن الوسائل الجميلة دي وعملنا حاجات متحركة وعملنا حاجات ذكية تديني تثبيت للجزء اللي بايظ في الفقرة بس والباقي كله يتحرك، كل ما كنا ناجحين جدا. وده المنطلق الطبيعي لأي حاجة في الدنيا، في كل حاجة حتى في الطاقة، الوسائل الطاقة البديلة كل ما كانت الوسائل الطبيعية كل ما كانت أقل تلوثا للبيئة وأقل تغييرا في المناخ اللي احنا عايشينه. الغضروف القطني أعراضه تختلف عن الغضروف العنقي؟ طبعا، لأن احنا عندنا العمود الفقري ده مقسم إلى فقرات، جزء منها اسمه الفقرات العنقية اللي في الرقبة، جزء منها اسمه الفقرات الصدرية اللي هي في منطقة الصدر اللي فيها القفص الصدري اللي في الخلف، وجزء الفقرات القطنية، وآخر جزء الفقرات العجزية والعصعصية. كل منطقة من دول فيها جزء من الحبل الشوكي العصبي، وبيطلع أعصاب ما بين الفقرات عشان تغذي المناطق المجاورة. فالغضروف العنقي بديهي هيجيب ألم في الرقبة، ثم لو ضغط أكتر على عصب هيجيب ألم في الذراع، ثم لو ضغط أكتر على الحبل الشوكي هيجيب حاجات كتير جدا في الجسم كله. نزلنا تحت للفقرات الصدرية، يبقى لما يحصل غضروف مش هيأثر على الدراع، مش هيأثر على الرقبة، هيأثر على الفقرات الصدرية وما تحتها. نزلنا للفقرات القطنية، يبقى الغضروف هنا هيأثر على الظهر أو أسفل الظهر تحديدا، ومش هيأثر على دراعي ولا على القفص الصدري ولا على البطن، هياخد التأثير بقى على إيه؟ على الرجلين، على الأعضاء التناسلية. فبالتالي أعراض الانزلاق الغضروفي غالبا بتبقى محصورة في عصبين، عصب أمامي بيغذي منطقة الفخذ من الأمام، وعصب خلفي بيغذي معظم الرجل المسمى بعرق النسا وهو الأشهر. ليه؟ لأن معظم الفقرات العنقية اللي بيحصل فيها غضاريف هي اللي عليها معدل حركة أكتر، اللي هي الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والأولى القطنية، ودول اللي بيطلع من عندهم الجزء الأعظم من عرق النسا. فمعظم الغضاريف القطنية توازي آلام عرق النسا والضعف اللي بيجي في عصب عرق النسا. الغضروف هو طلع راح ضاغط على العصب، العصب ده بيغذي ايه؟ بيغذي ايد، يبقى الالم هيبقى في ايد، بيغذي رجل، يبقى الالم هيبقى في رجل، بيغذي العضله بتاعه البسانه يبقى هيبقى في عدم تحكم في البول، بيغذي عضو تناسلي يبقى عندهم انتصاب، بيغذي عضو القولون يبقى هيبقى عندنا مشكله واضطرابات في التحكم في البراز. هتنسحب بقى الاعراض بعد كده على حاجتين، الفقرة هتتلف وهتتآكل وهتتزحزح، وهتأثر بقى على الحبل الشوكي، هيدي أعراض في حتت كتير جدا، أو هتنسحب النتيجة على الفقرات المجاورة زي ما بين لنا في الفيديو. فمش هيتلف بقى غضروف واحد، هيتأثر الغضروف اللي جنبه واللي بعده واللي بعده، كأنه عقد بيكر.
ضيفي العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور يسري الحميلي استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى نيورو سباين لجراحات الميكروسكوبيه الدقيقه كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في عالم جراحه متخصص جدا وهو الاخطر عالم جراحات المخ والاعصاب. خليكم دايما مع الدكتور.